نشوف أهم اللي اتقال في السوشيال ميديا أو أهم اللي نشر نجوم السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لهم. هنبتدي بالشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي اللي نشر على تويتر صورة مع والده وحش أفريقيا كابتن إكرامي بمناسبة عيد ميلاده وكتب كل سنة وإنت طيب يا أسطورة ربنا يخليك لينا يا أنضف وأنقى وأطيب قلب شفته في حياتي يا وحش أفريقيا عقبال 100 سنة. كل سنة وانت طيب يا كابتن إكرامي. كمان احتفل عمرو السلاية لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاد بنته ونشر صورة من عيد ميلادها على تويتر وكتب عيد ميلاد سعيد يا ملاكي الصغير. ده الترجمة بتاعتها حلوة. أما سعد سبير مدافع الفريق نشر على صفحته على الانستجرام صورة للاحتفال بهدف النادي الأهلي في وفاق سطيف في المباراة الأخيرة وصورة لمولودته وكتب الحمد لله حمدا كثيرا. ربنا يخليها لك تربى في عزك ان شاء الله يا سعد. كمان نشر مؤمن زكريا على انستجرام امبارح فيديو لهدف احرزه احد التدريبات في ملعب مختار التتش. تعالوا نشوف الهدف ده ونرجع تاني. كمان كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدير اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد نشر صوره على الانستجرام مع كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي طبعا وكتب اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد انا وكابتن مصر خالد بيبو. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على تويتر صورة لمعسكر تدريب الحكام على تقنية الفيديو كتبت الحكام يخضعون للتدريب على استخدام تقنية الفيديو أو الفار ضمن البرنامج التدريبي. نتمنى طبعا التوفيق لكل الحكام في مصر وأفريقيا وبنتمنى سرعة تطبيق الفيديو لأننا طبعا شفنا قد إيه هي مهمة جدا في الماتشات وشفنا قد إيه كان في كوارث حاصلة مع بداية الموسم. كمان محمد النني المحترف في أرسنال فنشر صورة على تويتر من مباراة فريقه مع سبورتنج لشبونة المباراة دي كانت الخميس في الدوري الأوروبي واللي فاز فيها الجانرز بهدف نظيف كتب النني 11 من 11 في إشارة لتحية الأرسنال الفوز في آخر 11 مباراة على التوالي. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صورة على تويتر من مباراة امبارح مع الزورام في الدوري التركي واللي انتهت بالتعادل 1-1 كتب مستمر في طريقي للأمام. كمان محمد صلاح نجمنا المحترف في صفحة هاشتاج كذبة أو كذبة مشهورة للمصريين على تويتر كتب بنشتري راجل. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر صورة من هاشتاج امبارح قدام كاردف سيتي في الدوري الانجليزي واللي انتهت بفوز ريدز 4-1 احرز محمد صلاح طبعا الهدف الاول ساهم في صناعه هدفين كتبت الصفحه مجتهد رائع هداف ولانها بتحبه فهي تعرف طريقها جيدا. كمان نشرت صفحه فوري ايمج على انستغرام صوره لاحتفال محمد صلاح بالهدف وكتبت الرجل الاول لانفيلد عاد من جديد. كمان نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام صورة لمحمد صلاح وكتبت 3 مباريات 4 أهداف صلاح عثر على لمسته الذهبية. كمان صفحة في الجول على تويتر كتبت موسم 2018-2017 أو 2017-2018 10 مباريات 5 أهداف موسم 2018-2019 10 مباريات 5 أهداف مالك ليفربول يعود لمكانه الطبيعي. كمان نشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لصلاح بعد اللقاء وكتبت صلاح يلتقي أو يلقي تحية للجميع بعد المباراة. شيردون شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي أحرز أول هدف ليه في ملعب الأنفيلد امبارح نشر صورة على تويتر من المباراة وكتب فخور بإحراز أول هدف في الأنفيلد وحصد 3 نقاط مهمين. نشر كمان حارس مرمى ريتس على تويتر صورة لاحتفال شاكيري مع زمايله بالهدف وكتب 10 مباريات 26 نقطة ريتس يصعدون للقمة تهانيا لشاكيري على هدفه الأول. كمان نشر فابينيو لاعب ريتس صورة على تويتر من المباراة وكتب فوز آخر اليوم أحسنتم يا رفاق. بول بوجبا كمان نجم المان يونايتد نشر صورة على انستغرام من زيارة أطفال كاف تايلاند للنادي وكتب أبطال تايلاند الناجون. كمان ماركوس راشفورد نشر صورة للأطفال مع وهو معاهم يعني على انستغرام وكتب مجموعة من الأولاد الشجعان مرحبا بكم في اليونايتد. نشرت الصفحة الرسمية برضو نادي تشيلسي على انستغرام صورة لروبن لوفرتوس لاعب البلوز
مع كورة في مباراة بورسيا في الدوري الأوروبي، وكتبت الصفحة ليلة للذكرى أحسنت يا روبن. كمان نشرت صفحة أرسنال على انستغرام صورة للاعب أليكس أيوبي، وكتبت لقد استغرق منا 4 سنوات لجعل أيوبي يبتسم في الصور. كمان في ألمانيا نشر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني صورة على صفحته على انستغرام من مباراة امبارح قدام ماينز في البونز ليجا اللي فاز فيها البايرن 2-1، وكتب فوز مهم شكرا على دعمكم الكبير. نشر البرازيلي نيمار على صفحته على انستغرام فيديو لي من واحده من التدريبات الخاصه بفريقه في باريس سان جيرمان، وكتب تحدي جديد. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. ونروح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي نشر على صفحته على تويتر صور من مباراة يوفنتوس امبارح مع امبولي واللي انتهت بفوز السيدة العجوز 2-1، وكتب كريستيانو رونالدو الفرد من اجل الجميع والجميع من اجل الفرد. كمان نشر باولو ريبالا لاعب اليوفنتوس واللي كان كابتن الفريق امبارح لأول مرة على تويتر صورة لي مع كريستيانو رونالدو من غرفة خلع الملابس بعد المباراة، وكتب المرة الأولى كقائد لا تنسى أبدا. أخيرا نشر دييغو جاردن كابتن فريق أتلتيكو مدريد الأسباني صور على تويتر من مباراة امبارح مع ريال سوسيداد واللي كسبوا أتلتيكو بهدفين نظيفين، كتب سعيد جدا بما قام به الفريق وأن أساهم بهدف الفوز، شكرا لكم جميعا وتشجيعكم لينا النهارده دايما وأبدا دون قيد أو شرط.